صباح الخير مرة جديدة. هلأ صار موعدكم مشاهدينا مع بيتس، واليوم الحلقة مميزة ومهضومة مع ضيفين كمان مميزين ومهضومين. جون ماري نكد، أهلا وسهلا فيك، وكلبك برو يلي برو يلي هو تشاو تشاو ومشهور من وراء اسمه، كل العالم صح. برو برو برو. شو هالاسم المهضوم؟ يعني أنا قررت تسميه شيء سبيسيال مش كتير مسمى قبل، بياخد هيك مثل مركز لحاله، يعني ما حدا بيتلاقى فيه غير ما بعيط له للكلب، بيعرفوا برو من وراء اسمه. يعني بتلاقى بالعالم ايه انت اللي عندك برو، انت اللي عندك برو، انت اللي عندك برو، لان شوي سبيسيال هيك عنده. نحن اليوم رح نحكي عن برو، رح نحكي عن التشاو تشاو، هالكلاب يلي مميزين جدا، في منهم بلبنان ما في كتير منهم، منحبهم بس بذات الوقت كتير ضروري نعرف قديش هن مع انهم حلوين صعبين بذات الوقت. اول شيء خبرنا قد ايه برو له عندك؟ برو له عندي تقريبا 9 أشهر، 10 أشهر. وعملت الريسيرش قبل ما يجي لعندك برو، بتعرف عنهم لهول الكلاب؟ قريت عنهم؟ قريت عنهم، خوفتني شوي الريسيرش بالاول لانه شوي تاس الكلب وصعب كتير اكثر مما بيبين، يعني شكله ببين مهضوم بس هو ما كتير مهضوم كاركتيره، لانه شوي مودي، شوي اجريسيف، شوي اجريسيف كل هول. بس قررت انه لانه بده وقت. واو، والشغله الحلوه انه قبل ما نفوت على الاستوديو كنت عم بسالك هل بعوي، وقلت لي قليل كثير، فاليوم معطانا هالكادو. حدا استفز، ما بعرف. لا هو يمكن لانه عم بجرب ياخذوا على الكاميرا. على كل مثل ما كنت عم بتقول انه هدول الكليب مع انه شكلهم حلو، اليوم برو عباله بس يسمعنا صوته. برو خلص. انا رح اخذ وقفه صغيره مشاهدينا ونرجع نتابع. عودة لكم مشاهدينا، وبرو يلي اليوم اخذ شوية هيك ضجة عنا بالاستوديو. كنا عم نحكي عن نوع هالكلاب يلي بركي بنشوفهم كتير حلوين بس هن كتير صعبين، ولازم ننتبه قبل ما نقرر انه نجيب تشاو تشاو لعنا على البيت. كان جان ماري عم بخبرنا ليش هالكلب صعب، شو هن القصص الخاصة بالكاركتر يلي ممكن بعدين تأثر انه نتخلى عنه للكلب. معقول كتير يقلب يصير اجريسيف، يعني اذا ضايقتيه دغري يعديك، إذا ما بيحملوا رأسه كتير يعني دغري بيبرم بيعض، ما بيرد عليك، ما بيرد عليك مزبوط، يعني بدك تعيطي له 3 مرات تيرد، حتى لو علمتي، لو كل هول 3 مرة ما بيقبلها على حاله. أوكي. ما بيقبلها على حاله إنه أعطيتيه رمارك، إنه أعطيتيه شيء، كاركتير صعب شوي بس. بيمشي حاله إذا عندك وقت له. مزبوط. هول الكلاب إذا اهتمينا فيهم بيقولوا من أهم القصص اللي بنعملها مع هالكلب نعمل له socialization من هو وصغير، أو إنه نعرفه على عالم، نعرفه على أشخاص، على كلاب، على بسينات كمان، على يتعود على كل هالأمور حواليه، حتى بعدين لما يكبر ما يصير aggressive، لأن عندهم هن tendency أو بيقدروا يصيروا كلاب نوعا ما aggressive. صح. مزبوط. أنا هذا اللي عملته، يمكن عملت أكثر كمان هالقدي. That's why طالع يعني مش شايف منه بعد ولا 1% اجريسيفيتي. لا واضح اصلا، كنا عم نشوفه هلا بالاستوديو ما ترك حدا ما سلم عليه، بده يلعب كثير مهضوم. بس طبعا هون عم نحكي عن شخص عم بيهتم بالكلب تبعه، عم تعطيه وقته. اليوم نوع هالكلاب عندهم وبر مثل ما شفنا، وكلاب بهروا كثير. خبرنا كيف الاكسبيرينس بالبيت معه. بالموسم تبعوله كثير بيعذب، يعني اصلا مجبوره تمشطيه كل يوم. اوكي. اذا نهار ما مشطتيه او تاخرتي عليه شوي للتمشيط جويت الدنيا. بس يعني هي. بيقطع. طيب ونوع هالكلاب هلا نحن عم نشوف باي ذا واي صور للمشاهدين يعرفوا هالصور هن فوتوشوت انت عملتهم لبرو. ايه هيدا رفيقي عائل. اوكي بدنا نوجه له تحيه، صور كثير حلوين، وحتى في هاشتاج اطلقتها انت، فيك تقول لنا شو هي؟ اي وحده؟ برو از نوت It is not just a dog. مزبوط. صح. So هالكلب منه بس كلب، الواضح انه عايش معك حياة عادة، يعني بيروح معك بيجي معك، عم تعمل له الفوتوشوت لبرو.
وقال لي هلا ما بيأثر على باله يلعب معي. سو بس هيك كمان مش غلط يشوفوا المشاهدين هالكلب قديش اكتف ومنه هين انه يكون عندنا بقلب البيت، رغم انه الشاوشاو فيهم يعيشوا بقلب البيت. صح. يعني منه كلب، بتعرف اوقات بنشوف كلاب لازم يتمشوا كل الوقت، لازم نظهرهم كل الوقت، هدول نوع الكلاب بيمشوا قد ايه بتمشي بالنهار؟ بحب يتمشى بس مش يركض، بيتعب دغري، مش يركض دغري، يعني ربع ساعة نص ساعة ماكسيموم بده يرجع بينام بأرضه. ما رغم انه لانه مش يمكن مش معود وكثير يمشي، في عندك منهم بيمشوا بس كمان بيتعبوا، منه سبورتيف. كانوا كلب، منه كلب بحب كثير السبار، طبعا مثل كل الكلاب بدنا نمشيهم بالقليل نص ساعه بالنهار، بس بلبنان بدنا ننتبه اي وقت بدنا نمشيهم من وراء التقس. مزبوط. طيب وبالنسبه للتريننج خبرنا على الكاركتر، هين هالكلب انه يتعلم اذا اليوم بدنا يكون اوبيدينت بالبيت باول فتره من وراء التريتس وهيك، وحسب ما عملت ريسيرش يعني صار يعمل البيزكس سيت وايت وساي هاي وهودي، بس انا ما قررت تعلمه اكثر لان ماني عايز اكثر. بس ككاركتر صعب انه ما كثير اخذوا معي وقت، ما اخذوا وقت مع انه يعني عم بتقول انه ببعض من هو صغير تعلمهم، يعني على الاربع اشهر خمسة اشهر تقريبا كان يعملهم كلهم هولي. اوكي وبس هول هن ذاتس ات، انا ما عدت اعطيته كثير وقت لعلمه و ما بدي اكثر من هيك بفتكر. هو بالنهايه الكلب يعني ما بدنا اياه، بدنا اياه المينيمم اللي عايزينه. وشغله كمان كثير مهمه بيقولوها عن التشاو تشاو، انه هن من الكلاب يلي منه كثير هين تعلمهم، لانه بيقولوا اكثر كاركتر كلب قريب للبسينه هو التشاو تشاو، لانه اندبندنت وساعات اللي بده بيرد وساعات اللي بده ما بيرد، دونك اوقات شوي التريننج تبعهم يمكن يكون صعب علينا. وجهه ما في اقول لك قد ايه صعب، لانه ماني مربى كلب من هو صغير غيره. اوكي يعني اوريدي كان في كلب عندنا بالبيت بس كبير ومش انا مربيه من هو صغير. اوكي هو من هو صغير، انا يعني ما بعرف اعمل كومباريزون لغير دول. اورايت هلا هون نحن عم نشوف كمان التشاو تشاو الاسود اللي قطعه، كمان عم نشوف تشاو تشاو ابيض. هالكلاب بيجوا بعده الوان، مش بس اللون اللي هلا عم نشوفه على برو، في عنده كمان صديقته هي كمان تشاو تشاو بيضة. مزبوط صح، ما قدرت تجي اليوم، كان بدها تجي معه اليوم بس ما اجت معنا. عن جد صور كثير حلوين، كلب كثير حلو. وعم نشوف هون بهالصوره اللسان الازرق يلي معروفين في التشاو تشاو، هن ما معنى مش اذا الكلب صار لون لسانه لتشاو تشاو، طبعا عم نحكي بس عنه هالازرق يعني مريضين، هيدي هي بطبيعتهم وهيدي ميزه مثل ما بيقولوا عن التشاو تشاو. بتجملوا كمان بتجملوا. طيب انا بدي اسالك سؤال اخير اليوم، اذا بدك تنصح اشخاص شافوا اليوم معنا برو حبوا انه يجيبوا نوع كلب لتشاو تشاو، هل بتنصحهم؟ واذا نصحتهم شو هن القصص لازم ينتبهوا منها؟ بنصحهم يجيبوه، اكيد بنصحهم يجيبوه، بس بده كتير وقت بالأول، ما فيهم يتركوه يربى لحاله. أهم شيء مشطوك اليوم ما يحلقوا له شعره. أوكي. لأنه أنا غلطت غلطة وحلقت شعره وعم بيطولوا شوية يطلعوا، بس لازم يطلعوا. وبس يعرفوا كتير على كلاب وعلى كتير عالم ويدهروا كتير بالأول، لأن بيطلع هيك. ميرسي كثير لك جان ماري، بدنا نتشكر برو على هالقعدة المهضومة اللي عملها اليوم معنا. مشاهدينا بعد شوي في عنا واتسون ام تي في، اما هلا انا فرح ودعكم.